النهارده ما اعرفش مدى صحتها، ولكن اعتقد انها صحيحه على صحيفه الوطن، انه حضرتك بتقول ندرس ارسال طلب للصحه لاعاده تشغيل الشيشه في المطاعم، هل ده صحيح؟ نعم مظبوط يا فندم. مظبوط. ايه الاسباب؟ الاسباب، واحد، صدر تصريح في اليوم السابع من الدكتوره جيهان نائب رئيس اللجنه العلميه مكافحه كورونا بوزاره الصحه انه الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء. فدخان بتاع الشيشه مش هينقل الفيروس. نعم. يتفضل عندي ايه اللي ينقل الفيروس؟ الرذاذ. الرذاذ ده بيخرج من الفم يا من الانف. نعم. لو انا النهارده استخدمت الشيشه او حاديه الاستخدام مره وتترمي، لو انا خليت الزبون جاب شيشته معاه، نعم، لو انا عقمت الشيشه واستخدمت اللي ذات الاستخدام يستخدم مره واحده ويترمي، نعم، ايه اللي يمنع ان انا اشغل الشيشه؟ نعم. اولا قطاع الشيشه مش متوقف على المطعم اللي بيقدمها، نعم. انا المطعم اللي بيقدمها فيه عمال بيقدموا الشيشه. نعم. وفي موردين للشيشه والفحم والمعسل. اي فن. وفي محلات بتبيع معسل وشيشه وفحم. وفي مصانع بتنتج ده. القطاع ده كله متوقف من شهر 3 لغايه النهارده. القطاع ده عريض جدا وعدد العماله فيه كثيره جدا جدا جدا. سواء رفضنا ابينا او قبلنا، في الوقت الحالي الشيشه اصبحت مصدر جذب للزبون. في شيشه في زبون، مفيش شيشه مفيش زبون. واحنا خارجين من وعكه قفلنا 3 شهور. احنا كمنشآت سياحيه فرض علينا من وزير السياحه الاحتفاظ بالعماله واداء مرتباتها، وعملنا ده وقمنا بيه وما مشيناش العماله بتاعتنا. اشتغلنا ب 25% اشغال، وده خساره لينا وقبلنا بيه. وبعديها بقت 50% ما بتحققش معايا ربح اطلاقا، يعني مجرد اللي انا شغال بيه علشان اوفي اشتري خاماتي واقبض عمالي فقط، ما دخلش جيبي حاجه من شهر 3 لغايه النهارده، بالعكس انا بخسر. جينا لقينا موضوع الشيشه مغلق لغايه النهارده بدون مبرر. الاغلاق بدري الساعه 12 اقفل بدون مبرر. انا من المنتظر ومن المفترض انه حسب التصريحات اللي اتقالت ان احنا من 1 يناير هنبدا نفتح خطوط الطيران ما بيننا وما بين السعوديه وما بين الامارات، اللي هو السائح العربي. ايوه السائح العربي بيجي مصر علشان سياحه ترفيهيه، ما هي سياحه ثقافيه. الراجل جاي طول النهار البلد زحمه ما بيخرجش، بيخرج بالليل بيسهر في مكان، بيسهر ياكل، يقعد في كافيه يشرب شيشه، يروح نايت كلاب، بيروح ديسكو. انا لغايه النهارده الديسكوهات مقفوله، النايت كلاب مقفول، المطاعم والكافيهات هتقفل الساعه 12. طب السائح ده هيجي مصر ليه؟ مش هيجي، هيروح اي مقصد سياحي تاني يقدر يتفسح فيه ويسهر بالليل براحته. ما كل العالم قافل. اوروبا كلها قافله خلاص، مفيش حته تانية فاتحه غيرنا. لا حضرتك، لا في ازاي بقى؟ دبي ما هي فاتحه وشغاله، لبنان فاتحه وشغاله، بيروت، تركيا فاتحه وشغاله. في مقاصد سياحيه تانيه محيطه بينا فاتحه وشغاله. طب دلوقتي يا فندم وجهه نظر حضرتك، طبعا انا متفهم وخايف على الناس واكل عيشهم وحاجتهم، ولكن احنا في ظرف استثنائي اللي هو ظرف ايه؟ كورونا وانتشار. واحنا دلوقتي في الموجه الثانيه على فكره. تمام. طيب. ما اثبتش انه بيتنقل عن طريق الهواء. احنا انا مش دكتور، انا ما اقدرش افتي، يعني انا لا ده تصريح رسمي في الجرايد طالع من رئيسه لجنه الصحه، لجنه مكافحه فيروس كورونا بوزاره الصحه. صرحت بانه لا ينقل عن طريق الهواء. ليه؟ مش هيتنقل عن طريق الهواء. لكن بقول لحضرتك يا فندم النهارده وسيادتك عارف طبعا انه نعم. كل التدخين ضار، مش علمنا كده؟ كل التدخين مش كده؟ كل التدخين، سيجاره بقى، شيشه، طيب، كل التدخين ضار كده. فالاولى النهارده في ظل كورونا ان انا اقول يا جماعه يعني ما حبكتش النهارده الشيشه، يعني مش لازم شويه الشيشه. وفي ناس جايه لي مش جايه عشان الشيشه، هو جاي عشان مصر، مش عشان ما هو عنده الشيشه موجوده عنده وعنده كل حاجه، يعني هو جاي عشان مصر. اللي جاي ده جاي لمصر مش جاي عشان ان مصر فيها شيشه. الشيشه دي يعني مع طبعا ممكن كل حاجته موجوده وكل، لكن ما تبقاش ان الشيشه هي جاي، لو ما فيش يبقى مش جاي. لا هو جاي لمصر. تمام. لا انا بتكلم في موضوع الشيشه حضرتك كشان الداخلي مش السياحه، السياحه موضوع مواعيد. انما الشيشه السياحه الداخليه او يعني انا بتكلم عن المصريين. اللي متعود ينزل على القهوه يشرب حجر الشيشه ويلعب 10 دومينو وهو وزميله، ده الترفيه الوحيد اللي موجود للناس الطبقه المتوسطه. نعم. الطبقه العليا بتروح كافيه، بتروح مطعم، بياكل بيشرب وبيشرب الشيشه.
بالإضافة إنه دي صناعة موجودة أنا ما أقدرش النهاردة ألغيها وأوقفها. نعم. صناعة فيها قطاع عريض جدا من العاملين. نعم. يعني أعتقد على مستوى الجمهورية كلها عندي رقم مش هيقل عن 5 مليون يا فندم. 5 مليون؟ ما بين مصانع وعمال في مصانع وموردين ومندوبين ومحلات. نعم. وعمال بتقدم الخدمة نفسها مش هيقل عن 5 مليون في مصر. يعني دول مش شغالين النهاردة. كل دول اتأثروا بالسنة اللي احنا مريناها دي كلنا. بالظبط يا فندم. نضيف عليهم بقى اللي شغالين في قطاع الافراح. قاعات الافراح ومسارح المنوعات والتسويق. افراح ما خلاص هتتقفل يعني قرار النهارده ما فيش قاعات افراح. اللي عايز يبقى في الهواء. مقفولة يا فندم. مقفولة. درجة حرارة 16 و17. تمام. نقول مين بقى اللي شغال في القطاع ده؟ مصور الفيديو، مصور فوتوغرافيا. نعم. مقدم الخدمه، فرق البند. الموسيقيين، عمال الفراشه، مهندسين. طيب. الصوت. هشام بيه خلي بالك معايا.